أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ تركي عبد الحميد، عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي ومسؤول العلاقات العامة فيها، للإضاءة حول آخر المعطيات والتطورات في قضية مقتل الأسير التابع للنظام والذي أسر في جبهة حندرت. أهلا بكم أستاذ تركي. أهلا أستاذ مصطفى. أستاذ تركي، ما حقيقة ما حصل؟ حقيقة ما حصل لا يخفى على أي متابع للشأن السوري في حلب. معارك لم يسبق لها مثيل في التاريخ على أرض حندرات والملاح، صمود أسطوري، وكأن الملائكة تقف مع الثوار في حندرات والملاح. لم يبقى أمام النظام مرتزقة في الأرض إلا واستدعاهم إلى هذه المنطقة. فهناك مجموعة مقاتلة من حركة نور الدين الزنكي في حندرات قامت بأسر شخص مرتزق لدى النظام متطوع مع المخابرات الجوية والقوى الجوية، شكله يوحي بأنه صغير العمر، فذهلت المجموعة الآسرة. أن النظام يستخدم ظاهره أطفال، فشعروا بالنصر. طالما وصل النظام لمرحلة يستخدم أطفال، معناها الثوار متقدمون بمراحل على النظام. طبعا الأسير كان مصاب إصابة بسيطة، قامت المجموعة الآسرة بإسعافه إلى المشفى وإجراء العلاج له. ثم في مرحلة عودته إخراجه من المشفى إلى مكان ما سيقيم فيه تحت سيطرة حركة نور الدين الزنكي، حصل هذا اللبث الذي ظن به أن القاتل من الزنكي. حصلت أمور وظهرت دلائل. أنا على تواصل بحكم عملي مسؤول علاقات، تواصلت مع الأخوة في مدينة حلب، مع كثير من الأخوة من حركة نور الدين الزنكي، من ثوارها أو من ثوار باقي الفصائل أو من المدنيين بحكم علاقاتي. تبين لي وظهرت أدلة أن القاتل ليس من الزنكي، وسنعرض هذه الأدلة على القضاء إن شاء الله. إن شاء الله. ما هي المعطيات الجديدة التي تكشفت بعد وقوع المشكلة، مشكلة القتل؟ ما هي الأدلة الجديدة، المعطيات التي ظهرت لديكم؟ الأدلة دامغة أن القاتل ليس من الزنكي، وإن ظهر في شريط الفيديو أشخاص ينتمون إلى حركة نور الدين الزنكي. أثناء خروج الدورية التي أخذت هذا الأسير من المشفى إلى مكان ما سيقيم فيه تحت سيطرة الحركة، حصل بعض الإجراءات الأمنية من أشخاص مسلحين لا ينتمون إلى الحركة، حصلت بعض التهديدات، وصل الأمر إلى نقطة حساسة جدا، خرج عن سيطرة المجموعة. تأكدنا من أن القاتل، أنا تأكدت أن القاتل ليس من الزنكي. الزنكي، حركة الزنكي تضم حوالي 8000 ثائر بين مقاتل على الجبهات وبين إداري ومدني، فلا يمكن لأي أخ أي ثائر ينتمي إلى هذه الحركة أن يعرف وجوه كل المنتمين لها. لكن الوهلة الأولى، انتشر المشهد الفيديو، أي إنسان سيصدم بهذا المشهد المريع، بادرت الحركة إلى استنكار هذا الجرم. أمر طبيعي، أمر إنساني، يجب الإنسان أن أي إنسان لديه ذرة ضمير يستنكر هذا الأمر. ثم بدأت القنوات تدندن، سواء القنوات المحايدة أو القنوات الغير محايدة، على حول مقتل هذا الأسير. وتبين لاحقا أنه ليس طفل وليس فلسطيني، بل هو مرتزق تطوع مع أشد فروع المخابرات في سوريا قذارة، فرع المخابرات الجوية. وكل إنسان سوري يعلم فرع المخابرات الجوية، شخص متطوع مع أقذر أداة قمع وقتل. أصبح الآن هو سوري، ليس طفلا، ليس فلسطينيا، غير ذلك. أنا سمعت أنه رمي بكيسه، هو قناص بكيسه، نعم، وقتل اثنين من الثوار في المعركة، نعم، مشترك في المعركة. طبعا للتأكيد، يعني لابد، يؤسفني أن نكرر إظهار
هويته، لكن واجبنا أن نبين لكل وسائل الإعلام. أنا سابقا بينت لوسائل الإعلام أخرى هويته، أنا واجبي أكرر هذا الأمر. فكهوية هذا هو الشخص المقتول، الأسير المقتول، متطوع مع مين؟ مع قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي، إدارة المخابرات الجوية. يعني لم يبقى على الأرض السورية أنجس من هذا الفرع، متطوع معه. يعني ليس كما روجت وسائل إعلام النظام بأن المقتول أبداً طفل أبداً، وأنه مدني قامت حركة نور الدين زنكي بأسره لأنه أبداً عرضه. نعم، طبعا هو يتفاخر في هذه الصورة أنه قناص بكيسي. أيضا بعد وفاته بدل أن يشعر أهله بالعار بدأوا يتفاخرون به، وهذه صورته مع المقبور حافظ، ويصفونه بالشهيد والمجاهد، ولا يعرف الشهادة ولا يعرف الجهاد، يعرف التشبيح وقتل الأبرياء وقتل الأطفال. هذا الذي ضجت الدنيا لأجله على أنه طفل قتل هؤلاء. طبعا أعتذر جدا عن أمرين. أول أمر نشر هذه المجازر التي قام بها النظام السوري والنظام الروسي، وأعتذر عن الأمر الثاني عن رداءة الصورة، لأني حقيقة لا نملك الأدوات في الداخل السوري التي تعطي لنا دقة في التصوير لقلة الموارد وقلة الدعم وتقصير القريب والبعيد. أخ وأخته مبتوري نصف الرأس، أرجو أن نعمل زوم لها ممكن توضح شوي. هذا من قصف هؤلاء المرتزق الذي يتفاخر، وإن لم يكن هو الطيار لكنه يدافع عن هذا الطيار الذي قصف هؤلاء. القاتل هذا المرتزق يدافع عن الطيار وعن قائد الطيار بشار. ظل أقسى من الخدج أن يقتل الخدج. هذا طفل بساعاته الأولى، أمعاؤه خارجة في ضعف الدقة، لكن أعتذر مرة ثانية، هذه إمكانياتنا. لا يسلط الضوء على هؤلاء الضحايا، إنما يسلط الضوء وتبكى دموع التماسيح على القاتل. أستاذ تركي، يعني برأيك هل من شأن المعطيات والحقائق الجديدة التي أظهرتها الآن أن تغير في مصر القضية الآن؟ هل يفترض أن تغير في مصر القضية للرأي العام العالمي وغيره من تباكى على حقوق الإنسان؟ طبعا أنا متأكد تماما من براءة مقاتلي حركة نور الدين زنكي، براءة الثوار، ومتأكد من براءة جميع ثوار الجيش الحر. هذه الجرائم لا تتماشى أبدا مع أخلاق الجيش الحر. ما خرج الجيش الحر كي يفعل هذه الجرائم، خرج لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ستغير أمر، أكيد ستغير العدالة، ستأخذ مجراها، لكن ستبقى بعض القنوات وبعض وسائل الإعلام تدندن حول عدم إظهار البراءة وعدم إظهار الحقيقة. الهدف هو تجديد النظام، الهدف القضاء على الجيش الحر. حاليا حركة نور الدين زنكي من أكثر الفصائل التي تقوم بعملها على أكمل وجه في منطقة الملاح وحندرات. منذ 90 يوم النظام يحاول اختراق هذه المنطقة ولم يستطع، بفضل فصائل بفضل الله أولا ثم فصائل المجاهدة على أرض الملاح وحندرات. ماذا يفعل؟ لا بد من إسقاط هذه الفصائل. فكانت هذه الجريمة التي وصفها النظام بأبشع الأوصاف وكذب وقال أنه طفل، وكذب وقال أنه هو يقطن في مناطق الثوار. يعني طفل يقطن في مناطق الثوار، لا عنده أب ولا عنده أم في المنطقة، أمر يعني ما هو ضابط أبدا مع النظام. لكن الحمد لله دائما الكاذب لابد أن يظهر كذبه وإن تأجل، يعني حبل الكذب قصير. طيب. أستاذ تركي، سمعنا اليوم عن قيام المكتب الأمني في حركة نور الدين زنكي بمؤازرة الشرطة الحرة في المنطقة في الريف الغربي، في إحباط محاولة مجموعة داعشية في تهريب عدد من عناصر تابعين لتنظيم داعش موقوفين في أحد السجون. ما هو حقيقة ما جرى؟
القصة حصلت البارحة ليس اليوم، قد تكون سمعت بها أنت اليوم. القصة حصلت البارحة، قامت مجموعة مسلحة مجهولة بالهجوم على أحد السجون التي تحوي أسرى دواعش لتهريبهم، فتمكن المكتب الأمني من إحباط هذه المحاولة وقتل 3 مسلحين من الذين هاجموا السجن، ولاذ بقية المجموعة بالفرار. ويقوم المكتب الأمني بالتعاون مع الشرطة الحرة بملاحقة الفارين، ونسأل الله أنه يتم القبض عليهم. القضية حصلت ليلا أم نهارا؟ ليلا. يعني أنا أريد أن أفهم من كلامك أن هناك ربط بين القضيتين. نحن سنقدم أدلة للقضاء، للسادة القضاة، للمعنيين بالتحقيق في القضية التي أثارت الرأي العالمي. لن نعلنها على الإعلام، لأن الإعلام ليس منبر قضائي إنما منبر إعلامي، وقد تذهب فائدتها إذا تم الإعلان هنا، وهناك شهود نخشى عليهم. هناك إن في الموضوع ليس من سمات ولا أخلاق ولا طباع ثوار الجيش الحر مثل هذه الجريمة أبدا. ما سر ظهور هذه الجريمة بهذا التوقيت اللي صمدت فيه حلب 90 يوم تحت أبشع أنواع القصف في التاريخ؟ النظام يريد إنهاء حلب قبل 1/8، قبل 1 آب، يريد إنهاء الجيش الحر في حلب قبل 1 آب. هناك اتفاق من بعض الدول يريدون تمريره لتجديد النظام، وأعطي النظام الضوء الأخضر لإبادة حلب كي تكون حلب جاهزة لتمرير هذا الاتفاق من بعض الدول. فجن جنون النظام، لم يستطع 1/8، باقي الأسبوع بيخلص، بيجي 1/8 أول آب، من المقرر أن يكون هناك مؤتمر في 1 آب. لم يستطع النظام أن يأخذ حلب من الثوار، هو تحت ضغط دولي من حلفائه يضغطون عليه أسرع بأخذ حلب، أسرع ما حسن، زاد السرعة ما حسن، أجرم ما حسن، زاد الإجرام أيضا ما حسن يأخذ حلب. لم يبقى أمامه إلا أساليبه البشعة الأخرى، أمثال التلويح والتشويه والتجريح في هذه الجريمة عبر وسائل الإعلام ومنصات المجتمع الدولي. إذن يعني هناك ربط بين ما جرى أول البارح في قضية مقتل الأسير وبين محاولة المجموعة الداعشية، يعني محاولة تهريب عناصر موقوفين في المنطقة. طيب، كما قلت في هذا الوقت بالذات، لأن هناك استحقاقا زمنيا مربوطا بواحد 8 المنحة الدولية المفتوحة للنظام وروسيا إلى هذا الوقت. نعم، نحن واجبنا أن نبحث عن الحقيقة. نحن في ثورة تكالبت عليها دول كثيرة لإجهاضها، من واجبنا أن نبحث عن الحقيقة، وسنظهرها إن شاء الله عندما تنتهي التحقيقات. نظن هناك ربط، نظن أن هذا الظن صحيح وفي محله، قد نكون مخطئين، كل إنسان يخطئ. وإن شاء الله قريبا ستظهر كافة أوراق التحقيق، سيظهرها القضاء عندما ينتهي من إجراءاته، وستبقى حركة نور ديزينكي، وسيبقى الجيش حر عند ظن الحاضنة الشعبية وعند ظن الشعب السوري إن شاء الله بإذن الله. أستاذ تركي، بالعودة إلى المحكمة، من هي المحكمة التي سيحكم أمامها الموقوفين الآن؟ هل هي محكمة تتبع للزنكي أم أنها محكمة مستقلة تتبع إلى مجلس القضاء الأعلى؟ أمر طبيعي أن لا تتبع للزنكي، الجهات المختصة هي محايدة عن كل الفصائل، لا تتبع لأي فصيل، مجلس القضاء الأعلى لا يتبع لأي فصيل، هو من سيقوم بالتحقيق في هذه الجريمة، وسيظهر الجاني وسيظهر من هو في أي فصيل ينتمي ومن الذي دفعه، وسيحاسب هذا الجاني وإن كان من كان بشكل علني. طبعا إن شاء الله بإذن الله. بقي سؤال أخير، طبعا علني المحاكم، أما التحقيق لابد أن يكون سري، لابد لنجاح التحقيق، مفهوم هذا. بقي سؤال أخير أستاذ تركي، لماذا كل هذه الضجة الإعلامية التي أثارتها التلفزة التابعة للنظام، لروسيا، لإيران، لحزب الله، لكل المنظومة الدولية التي تقاتل مع النظام حول قضية مقتل الأسير، وكيف تقيم صراحة، وكيف تقيم أداء الإعلاميين والصحافة السورية؟ أنا لماذا ذكرت أنا الهدف من هذه الضجة هو إسقاط حلب بيد النظام،
عندما يفقد الجيش حر شعبيته صف البديل هو النظام، فسعى النظام لذلك لكنه يعني لن يستطيع. يعني هو يريد أن يعطي ورقة للمجتمع الدولي أن الثوار إرهابيين، نعم، وأن هناك مبرر لقتلهم في حلب وخارجها، ومبرر لعدم إعطائهم السلاح، مبرر لعدم إغلاق الحدود، مبرر لإيقاف الإغاثة، نعم، مبرر لاستمرار القتل السوري، مبرر لاستمرار إجرام النظام، نعم، وطيران روسيا، نعم. طيب يعني الطيران الروسي، يعني اليوم النظام ألقى مناشير غبي. النظام مهما المجرم، مجرد صار مجرم فهو غبي، مهما كان يظن بنفسه الذكاء فهو غبي. ألقى طيران النظام مناشير على الأحياء والمدن المحررة أنه يمتلك 40 نوع من القذائف ومن الصواريخ، ويقول للناس سواء كنت في قبو، سواء كنت في ملجأ، سواء كنت في مكان محصن، ستستطيع هذه القذائف هدم كل شيء فوق رأسك. هاي المناشير، قد يقول قائل أنه هاي المناشير عم يزتها للمسلحين. هو في المنشور ما قال ألقوا سلاحك، عم يخاطب الناس إلى المواطنين، خطابه للمواطنين. يعني هذا من غباء النظام. الحمد لله المواطنين هم حاضنة شعبية للثوار، يحتضنونهم بأموالهم وبدمائهم وببيوتهم وبكل ما يستطيعون. الحمد لله 6 سنوات صمد الشعب السوري أمام هذه الآلة المستمرة، جريمة مستمرة على مدار 6 سنوات، صمد الشعب السوري وأذهل العالم، أذهل كوبا وأذهل 1,000,000 شهيد في الجزائر. ومن بداية النظام بالشهر 10 تقريبا، بداية الثورة، قال أحدهم تعقيبا على بشار الأسد أن بشار الأسد سيقتل من شعبه أكثر مما قتل القادة من شعوبهم أجمعين، وهو يسير في هذا الاتجاه. لكن الشعب السوري شعب خصب، شعب ولاد، سيستمر، كل ليمات ستجوم طفلا بإذن الله. ما يخص تغطيه الإعلام الثوري لهذا الحدث؟ والله سؤال حلو، و لا أقول يحز في القلب، إنما نحن ثوار، نحن حقيقة ثوار. أنا عضو مكتب سياسي، جعلتني الثورة عضو مكتب سياسي. أنا مواطن عادي، محامي، لي مشاريع خاصة كانت قبل الثورة، لي مهنتي، صارت الثورة صرت سياسي. أيضا الإعلامي ما كان إعلامي، كان مواطن، كان تاجر، كان طالب، كان مهندس، صارت الثورة صار إعلامي. فنحن في هذه الثورة كلنا نقوم بملء الفراغ الناتج عن سحب النظام لمؤسساته في المناطق المحررة، وهي مؤسسات الدولة ليست مؤسساته. فالنظام حتى يهد الثورة سحب مؤسسات الدولة، فواجب الثوار أن يغطوا مكان هذه المؤسسات والفراغ. فظهر السياسي وظهر الإعلامي وظهر وظهر وظهر، فلا بد من أخطاء. فنحن لا نعتب، لا أو بالأحرى لا نلوم الثوار في أخطائهم، نعتب عليهم عتاب المحب ليس أكثر. هناك تقصير من الإعلام الثوري، هناك إجرام من الإعلام الغربي بدون التثبت، بدأ يوزع الاتهامات ويوزع أحكام. يعني للأسف أصبح الإعلام يوزع حكم نهائي وكأنه هو القاضي، هو محكمة النقد، الحكم النهائي. نسعى ونرجو من الله ونساعد إن شاء الله قدر الإمكان أن نرتقي بمستوى الإعلام الثوري ليرقى إلى مصافي الدول المتقدمة. وسيكون هذا الأمر بكل تأكيد عندما يسقط النظام. ستجدون الشعب السوري يصدر للعالم كفاءات ويصدر للعالم خبرات بإذن الله إن شاء الله. عند هذا الحد أشكرك أستاذ تركي عبد الحميد، عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي ومسؤول العلاقات العامة في الحركة، وإن شاء الله سيكون لنا لقاء قريب بعد انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين إلى المحكمة. أهلا سيد الصفا، وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن حضوركم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.